بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نقول لك الله يسلمك يعيشك. الكونتاكت هذا دا كما يقولوا دا فيت فيه دا 3 ايام عنده ملي سمعت خرجت ديجا في لي ريزو سوسيو بلي سينيت وانا كنت مازال ما جانيش العق. الحمد لله جا اليوم وتمكنت بلي نوقع مع النادي هذا النادي الديوانيه ان شاء الله نكون عند حسن الظن زعما. والله تقدر تقول فقدت الرغبه للعب هنا في بطوله محليه. المشاكل هاك تعرف بلي مشاكل بزاف اشاك فوا تلعب عام تخلص 3 مو ولا 4 مو الماكسيموم. وكما صرا هاد العام الحمد لله انا عاوت وليت من فريق تاعي تونس اللي عاوت وليت للجزائر عاوت رونصوت روحي لعب مع فريق جمعيه المدينه اللي ما واحد ما ينكرش خير تاعو. الحمد لله درت بون سيزون ماركيت فيها دي بوت وعاونت ليكيب باش كانوا في المقدمه قبل ما نريزيلي الكونطرا تاعي. الحمد لله نشكر الانصار النادي هذوما وسورتو لي جوار والمدرب اللي كعاوني بزاف ونقول لهم ربي يعاونهم ان شاء الله. سي فري سي فري صح انا ما كنتش نستنى بلي نفسخ العقد تاعي. بون صح صرا بتي بروبليم مع البريزيدون هضرنا على لي سالير وعلى كلش. جرأ وقال بلي انا لي جوار جدد ما نقدرش نخلصهم نخلص غير القدم. سي بور سا ما تقدرش تقعد في ايكيب كيما هكا ديجا هو وقسم لك الجروب لهنا قسم ما بين جدد والقدم ما تقدرش دير والو معاه. لحقنا وين مناوشه تاعك صغيره اللي ما خلاتنيش نريح. الاعتداءات هذيك نقدر نقول ما يقدروش يحقروني باسكو راني في الجزائر وكان جيت برا بالك يحقروني. ليسونسيال صراو عفايس هكا اللي ما الواحد ما يتقبلهمش ورغموني باش نفسخ العقد. جابوا لي الكونطرا حتى للملعب باش نفسخها. سيد كيفاش نتفاهم معاهم باسكو انا كنت نسال لي سالير 5 سالير وتفاهمت معاهم وريزيليت وخليت بلاصتي تقدر تقول خليت بلاصتي نقيه باسكو علاش لي سيبورتور تاعي مليله كي جيت ما كانوش دايرين فيها كونفيونس 100%. مي الحمد لله مع لي ماتش وبروفيت واش كاين ولي بيت لي ماركيتهم قدرت باش يقنعوا بالمستوى تاعي. حتى ملي راحل تاعي ما فريق كان في تدور بزاف ما قدرش يحكم روحه في المقدمه راهو في الاخر ترتيب. ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله يسلكوا ما ينزلوش ان شاء الله ويقاوم على الجيش. بون هذه قلتها وديجا نعاود نقولها تقدر لا غالب هذا اللي شوا نديروهم فيها في حياتنا سا ديبون. دي فوا تكون موفي شوا دي فوا بون شوا. انا الشوا تاعي اللي درتو موفي شوا اللي خرجت من شباب الوزداد خاطر كنت في بيريود مليحه وكنت الجمهور كاع شباب الوزداد يحبوني. هذيك اللي تقلقت وزربت اللي خلاتني نخرج رحت للفريق كبير تاع هذه العاصمه ما كانش عندي الحظ باش نلعب بزاف لي ماتش ما بروفيتش بزاف. تما اللي كان تدهور المستوى تاعي وبالك كيما قلت لك موفي شوا اللي درتو اللي خرجت من شباب الوزداد. سي بيان سور صح كي تكون في ايكيب انا نشوفو دي جوار يقعدو في 5 اون 6 اون في كلوب يلقاو راحتهم. سي بيان تولي تعرف المحيط تاع الفريق تولي تعرف الانصار يعرفوك وانت تعرفهم تعرف كل كبيره وصغيره. سي فري كاين الواحد كي يكبر يبدا يرزن هكا يقول له واش كنت نجوز. الحمد لله هذا مكتوب ربي وواحد ما يتقلقش مع هذا الشيء.